ناقشت وزيرة البيئة مع محافظ البنك المركزي سبل دعم الشركات العاملة في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة. وقالت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن هناك 8 مشروعات في 8 محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 و390 مليون دولار كمرحلة أولى. وأكدت على اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر.